باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. سنكسار اليوم الثاني من الشهر الصغير المبارك، نياحة القديس تيتوس الرسول. في مثل هذا اليوم تنيح القديس تيتوس الرسول، ولذا هذا القديس في جزيرة كريت، وهو ابن أخت واليها، تعلم اللغة اليونانية وآدابها، وكان وديعا شفوقا كثير الرحمة. ولما انتشرت أخبار ربنا يسوع المسيح في بلاد فلسطين، اهتم والي كريت بتلك الأخبار، فأرسل تيتوس إلى فلسطين ليأتيه بالحقيقة. وهناك رأى الرب يسوع والآيات التي يفعلها، وسمع التعاليم السامية التي يقولها. اختاره الرب يسوع ضمن السبعين، وبعد الصعود نال نعمة الروح القدس مع التلاميذ، وقد صحب القديس بولس في رحلاته التبشيرية، وأخيرا أقامه أسقفا على كريت، فبشر أهلها بالسيد المسيح، فآمن كثيرون على يديه، وبنى فيها كنيسة، رسم فيها قسوسا وشمامسة، وقد أرسل له الرسول بولس رسالة باسمه يوصيه فيها قائلا: من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة قسوسا كما أوصيتك. ثم ذكر له شروط إقامة القسوس، كما أوصاه أن يتكلم بالتعليم الصحيح للشعب. وبعد أن خدم خدمة أمينة أكمل سيرته الرسولية وتنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبدية، آمين. دفنار اليوم الثاني من الشهر الصغير المبارك، نياحة تيتوس الرسول تلميذ بولس الرسول. تعالوا فلنسجد للثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، نسبحه ونمجده لأنه إلى هنا ثلاثة أقانيم في لاهوت واحد. ولنمدح هذا الرسول القديس تيتوس البار الطوباوي. هذا كان يونانيا في جنسه، وتعلم علوم اليونانية منذ صغره، فأبصر في الحلم في بعض الليالي وكأن من يقول له: خلص نفسك. ولما انتشرت تعاليم ربنا يسوع المسيح في كل العالم، أرسله خاله ليرى كل الآيات إن كانت حقيقية هي. ولما جاء تيتوس ورأى الرب يسوع وعجائبه الباهرة الكثيرة، آمن به، فاختاره الرب من جملة السبعين تلميذا، وملأه من الروح القدس، وصحب بولس لما انتخبه الرب إلى كل المدن والمواضع التي ذهب إليها. ولما تمت شهادة بولس، رجع إلى كريت بلده وبنى بها كنيسة عظيمة. ولما أكمل جهاده المقدس تنيح ومضى إلى المسيح بصلوات الرسول تيتوس: يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا. أبتدئ بشوق لأحرك أرغن لساني وأقص كرامة هذا القديس الرسول تيتوس تلميذ المسيح. أيها الإنسان الطوباوي الجندي القوي غير المقهور، الذي صار لبولس الحكيم ابنا خاصة، وهذا كان من السبعين تلميذا الذين اختارهم المسيح ربنا ليبشروا في الشعوب والأمم باسمه القدوس، وصار في خدمة المسيح ورسله القديسين من قبل الرؤيا العظيمة التي أظهرها الله له. ومن بعد صعود مخلصنا الصالح صار مع أبينا بولس ليجول في بشارته الطاهرة. امتلأ من نعمة الروح القدس الباراكليت في علية صهيون مع تلاميذ المسيح، ثم صار مع بولس في الشدائد التي نالها، وحمل رسائله إلى المدن والبلاد، وعلم كثيرين من اليهود والأمم، وردهم إلى الإيمان المستقيم، وعمد جميعهم. ولما أكمل بولس جهاده بمدينة رومية، رجع إلى كريت مدينته وبنى بها كنيسة، وأقام فيها قسوسا وأيضا شمامسة،
وصنع فيها آيات وعجائب كثيرة، ثم تنيح هناك بشيخوخة حسنة وابتهج مع المسيح في أورشليم السمائية. اطلب من الرب عنا يا تلميذ المسيح تيتوس الرسول ليغفر لنا خطأ